السلام عليكم، شلونكم اعزائي المتابعين؟ شو اخباركم؟ مشتاق لكم. اليوم راح اجاوب على اسئلتكم، طبعا راح اخذ مجموعه من الاسئله لان الاسئله متكرره واسئله ما اقدر اجاوب عليها، فاخذت مجموعه اختاريت من الاسئله راح اجاوبكم عليها. نبدا باول سؤال. اول سؤال ويانا يقول من ابن بغداد، يقول علاوي هم تفكر تطلع خارج العراق؟ اي مرات افكر اطلع خارج العراق، يعني موضوع دراسه وشغل بس ارجع يعني هيك افكر يعني، بس مو دائما هاي الفكره تجيني. والسؤال الثاني، ليش ما تنزل فيديوهات هوايه؟ طبعا هذا السؤال هوايه تكرر، انا ما انزل فيديوهات هوايه لان انا طالب واشتغل زين، فما الحق يعني. اكو معظم الفيديوهات ترى اللي يشوفونه بهاي القناه ترى مصورين بالثنتين بالليل او بالوحده بالليل، يعني ما عندي ذاك الوقت المتفرغ بيه، بس ان شاء الله هسه اكو فد نظام انه نتفرغ للقناه، سوينا فد جدول يعني ان شاء الله بركت تشوفون التغيير ان شاء الله. تحياتي لك متابعك من بغداد، تحياتي لك، شكرا جزيلا. السؤال الثاني عندنا من مصطفى جيمر، يقول علي شنو طموحك بالحياه؟ طموح بالحياه اكيد اكمل دراسه و يعني استمر بالتمثيل واشوف شغله بيها حظ، وهذا الطموح حيشرب عليك طبعا حاليا. واذا جاك ولد وقال لك اذا تمسح قناتك اعطيك $1,000,000 تمسحها؟ طبعا لا، اذا اعطاني $1,000 امسحها، يعني شنو السؤال هذا؟ تحياتي مصطفى من العراق، تحياتي إيه. اذا انطوك سفره وين راح تسافر؟ طبعا من واوي بغداد، بما ان انت هذا اسمك يعني ما راح اجاوبك على السؤال. السؤال الثاني لا تشد اشياء حياتك. اذا انطوك سفره وين راح تسافر؟ يعني اعتقد تركيا، يعني ما اعرف بس حلوه يعني، فاعتقد اسافر تركيا. مصطفى اسعد يقول مرحبا. مرحبا حبيبي. السؤال الاول، ليش سويت قناه ثانيه؟ قصدي انفصلت عن هوليوود، بسبب شنو؟ طبعا هذا الموضوع وايد كرر، انا ما انفصلت عن هوليوود. شايفين واحد عنده بيج وعنده صفحه شخصيه خاصه بي، ينشر بيها شغلات خاصه بي، كذلك انا قناتي بالنسبه لقناه هوليوود. قناه هوليوود مثل مجموعه اشخاص اشتركنا انتاج مقاطع قصيره مضحكه، هاي قناتي الخاصه انزل بيها بلوج، مرات انزل بيها مقطع خاص بي، اي شيء شغلات خاصه بي انزلها، فانا ما انفصلت، بالعكس انتم تشوفون انه بين فتره واخرى انا انزل فيديوهات بقناه هوليوود عراقي، فما انفصلت انا. هذا الشيء مجرد الناس حكت فيه، هو ما موجود اصلا. السؤال الثاني، سيف عدنان وين صار بعد صديقك؟ موجود سيف عدنان وينزل مقاطع فيديو بقناه هوليوود عراقي، بالعكس يعني ماكو فد مشكله يعني بالموضوع. ليش فاتح هاي القناه؟ هي اصلا ما بيها تفاعل، طبعا هي ما بيها تفاعل لان انا ما انزل بيها فيديوهات وانا ما مستمر، لكن قلنا ان شاء الله راح نبدا نستمر بهاي القناه ونولي لها اهتمام وان شاء الله يصير خير. اسف اذا طولت، طبعا تحياتي لك مصطفى اسعد. السؤال من ميدو رعد، يقول برشلوني ما ادري تقول، ما اعرف ولد لو بنيه، برشلوني لو ريالي؟ لا ريالي وللنخاع، وان شاء الله راح ناخذ لك 13 هم. وليش ما قاعد تمثلون انت وسيف سوية؟ طبعا جاوبت ها. وبالنسبة لمجموعة هوليوود، ليش بدنا نمثل سوية وليش بدنا نلتقي سوية؟ شوفوا بالنسبة لأوقات الفراغ مالتنا مختلفة لان كل واحد يشتغل بمكان، واكل جماعتنا تخرجوا يعني بغير، بس انا سيف حاليا بالجامعة وراح نتخرج ان شاء الله، احنا هسه مرحلة رابعة وكملنا وراح نتخرج وقت بس امتحانات، اما البقية فكلهم تخرجوا، فهاي دا تصير يعني شلون انه اوقات فراغهم مو ويانا وهذه، فمرات نحصل فرصه انا وسيف وعلي رفيع نمثل سوا، يعني بالعكس الموضوع اصلا ماكو اي مشكله بيه، وشو كل ما يصير عندنا انه نلتقي نروح نصور، يعني ماكو فد مشكله او فد شيء مثل ما سمعت انا، يعني سمعت انه عندي مشكله ويا سيف، بالعكس سيف حتى بقناته مرات انزل وياه فيديوهات وهذه، ماكو اي شيء، بالعكس احنا ما تجمعنا فيديوهات، يعني احنا كجروب هذا ما تجمعنا فيديوهات، بالعكس احنا تجمعنا روابط اجتماعيه، علاقات اقدم من الفيديوهات، يعني فهذا اللي حبيته اوصله. نروح على السؤال من بنت الحلة، الاصل والعنوان. اوكي اسمك الرباعي يعني لو شنو ما اعرف. المهم تحياتي لاهل الحلة طبعا. شنو تسلسلك بالعائلة؟ تسلسلي بالعائلة الخامس. وشنو الاكلة اللي تحبها؟ السمك طبعا. بالبيت وخارج البيت. يعني هي اهم سمك عادي. اتمنى تختار تعليق، اختار تعليقك مش خلوت الدليل. وصلنا لسؤال من بنت نينوى، تحياتي لاهل نينوى. شنو المهنه اللي كنت تحلم تصيرها من كنت طفل؟ طبعا ماكو طفل يحلم بمهنه، بس يحلم بوظيفه اي صحيح، بس مهنه يعني ما كان ببالنا من كنا جهال شنو المهن والهذا. يمكن كنت احب اصير يعني جزء ضحك من خلفه مال بناء، يعني هم كنت افكر بهاي الشغله قدام كنت صغير، اما الوظيفه ف يعني اكيد كل الجهال دكتور. رأيي بالصداقة الإلكترونية طبعا انه لازم الانسان يختار الانسان الواعي والمثقف، ومو يعتبره من منشور او من بروفايل او شيء، لا يعني من اول حكاية هو الانسان ترى يبين،
من طريقة كلامه إذا كان يدور دغش أو هو لا طبيعي واعي مثقف، يبين هذا إنسان من المناقشات. طبعاً حاولوا تناقشون المقابل حتى تعرفون حجم عقله وشون يفكر وهذه. فهذا رأيي بالصداقة الإلكترونية، مو دائماً صحيحة ومو دائماً غلط، يعني هذا رأيي بالصداقة الإلكترونية. انتقل إلى السؤال من أيم، ما أعرف ولد أو بلية ما أعرف، هو اسمه ما طالع عندي كامل. أتمنى تأخذ مني سؤالين هنا. أوكي صار. تحب لو لا؟ طبعا احب ومرتبط وعاقد ان شاء الله بعد التخرج اتزوج، ويا مرحلة حاليا مرحلة رابعة. شكرا لك، تحياتي لك. عبد الله، ايش وقت تسوي التجمع؟ طبعا ايش وقت تسوي التجمع، هذا الموضوع يعني بعد له هواية، اكو في الشغلات لازم نكملهن. يلا نسوي تجمع، انه هسه احنا حاليا بعدنا عددنا قليل جدا، احنا لازم نسوي حملات واشتراكات، يعني حملة اشتراكات العفو قوية وهذه. يلا نقدر نشوف لنا في المكان اللي تقبين سولف فيه ان شاء الله. هذا بعد يعني يومكم، الموضوع يومكم. السؤال القبل الاخير من عراقي جيمز، طبعا مجموعة اسئلة وسألني كأنما تحديات. طبعا هو اسمه حيدر سفيان، تحياتي لك. السؤال الاول يقول شنو نوع موبايلك؟ جي 7 برايم جالكسي. شو تحب تاكل؟ قلنا السمك. خاطب وعزب كبل؟ لا خاطب، ان شاء الله راح اتزوج عن قريب مثل ما قلت لكم. شنو لعبتك المفضله؟ اكيد كره القدم، يعني كرياضه كلعبه بالبلاي او شيء، هم هي اصلا كره القدم. ام سافر خارج عراقي؟ نعم سافر، تحياتي لك حيدر سفيان. مصطفى جيمز يقول منو صندوق اسرارك؟ طبعا صندوق اسراري حياتي كلهم، يمكن لو اثنين لو ثلاثه، بس ما اقدر احكيهم حتى ما اصير مشاكل، يعني ما اقدر اقول اسمهم. لكن ما عندي صندوق يسار واحد. وليش ما عندي صندوق يسار واحد؟ لان هي منطقيا مو كل انسان تقدر تحكي وياه كل اسرارك، لان اكو انسان يعني ممكن تقول له على شيء بس ما تقدر تقول له على شيء ثاني، بسبب يمكن قربه الاجتماعي، موقع الاجتماعي، يعني كبر عقله سنه، فمو يعني لازم يصير عندك اكثر من واحد، وما الواحد يضمه بقلبه هاي كذي مستحيل، ما لازم عندك في المكان تسولف بيه اسرارك زين. لكن انت حاول انه من تحكي سرك، انه اذا من تحكي فكر انه اذا طلع فشي ما يخوفك، هذا الشيء خلي يعني تعود انه كنا ما راح يطلع هذا السر، فلا تخلي روحك انت اسير سرك، يعني لا عادي خلي يطلع، مو عم لا يهمك شيء، لا يهمك العالم هيك. يعني انت عصبي ولا؟ طبعا لا مو عصبي اكيد، يعني اصلا ما انا مو يعني عالم ولا نصور، انت صدق تحكي هسه ما ادري شفنا شلون نصور اي بعدين روح نرجع نكمل، فيعني بعيد عن العصبية إن شاء الله. تحياتي لكل اللي سألوني طبعاً، واللي ما أخذت أسئلتهم خلي يعذروني، لأنه عدد كان كبير فحاولت إنه ما يصل الفيديو طويل، أخذت كم يعني مجموعة أسئلة اختارتهن وجاوبت عليهن. أنا عندي حالياً موضوع مهم أريد أسولف وياكم وأريد أخذ رأيكم فيه، يعني مناسبة شهر رمضان، فرمضان كريم عليكم، الله يتقبل أعمالكم ويتقبل الطاعات. حاولت إنه نسوي فقرة، يعني خلينا نقول انه احنا هاي قناتنا نستفاد من عندها، ما نسويها بس مجرد تحشيش وضحك وشقه وهذه، لا نسوي فد شيء نستفاد من عندها. قلت نسوي فقره خلينا نسولف. شنو هاي فقره خلينا نسولف؟ فقره خلينا نسولف هي يعني مثلا انت عندك مشكله، ما لقيت واحد يطلعك حل او راي استفاديت من عنده، فكتبه بتعليق، راح يردون عليك المتابعين، انا راح اشوف هذا التعليق، راح اسال بيه ناس كذا، هذه نسوي فد حلقه ناخذ كم مشكله من التعليقات، ناخذ الردود مالتها ايضا، يعني شلون نتباحث بيها، كل واحد يحط رايه، انا راح احط رايي اللي جمعته من كل الاراء، راح اعطيه يعني ملخص واعطيك رايي بهاي المشكله، سواء ولد او بنيه، يعني الكل خليه يشارك ويتفاعل بهاي الفقره، نحاول نحقق اكبر استفاده ممكن من القناه، نشغل بها وقت فراغنا ونستغل هاي الايام المباركه. فانا هذا رايي، شنو رايكم انتم بهاي الفقره، فقره خلينا نسولف؟ وانا اذا شفت يعني من التعليقات انه الموضوع شلون لقى استحسانكم، فاكيد راح نباشر بيه من الحلقه الجايه. شكرا جزيلا لكم، اشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه.